طقس مستقر في عموم المناطق وارتفاع على درجات الحرارة في شمال المملكة وطقس معتدل الحرارة نهارا وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تحديدا في المناطق الشمالية لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الشمالية، كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الأجواء لطيفة في المناطق الشمالية ولكن تبقى أعلى بقليل من معدلاتها في المناطق الوسطى وباقي مناطق المملكة. وفي ساعات النهار من يوم الخميس كما نشاهد الأجواء لطيفة معتدلة في كافة المناطق وتبقى لطيفة في ساعات الليل إلى أن تميل إلى البرودة بعد ساعات منتصف الليل. في هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء صافية 16 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 18 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة ارتفاعات تدريجية في العاصمة الرياض من 27 إلى 29 إلى أن تصل إلى 32 يوم السبت، مع وجود غيوم متفرقة طيلة الأيام القادمة نهارا. ليلا درجات الحرارة أيضا على ارتفاع تدريجي من 19 إلى 20 إلى أن تصل إلى 22 درجة مئوية في يوم السبت. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة وتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة غدا: سكاكا 26 إلى 18، عرعر 25 إلى 16، وفي تبوك من 26 إلى 16 درجة مئوية، مكة المكرمة 32 إلى 19، مدينة المنورة 33 إلى 19، جدة 28 إلى 18، وفي الطائف من 24 إلى 14 درجة مئوية. أبها أجواء مشمسة 21 إلى 12، جازان 31 إلى 24، وفي الباحة من 20 إلى 14 درجة مئوية وأجواء غائمة كليا. في الدمام 27 إلى 18، الإحساء 27 إلى 15، وفي حفر الباطن 25 إلى 16 درجة مئوية والأجواء مشمسة. في الرياض 27 إلى 19، بريدة 25 إلى 16، وأخيرا في حائل من 25 إلى 15 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.